انتقد النائب علي البديري قرار وزارة الزراعة إيقاف الدعم عن منتجي البذور، مبينا أنه سيلحق أثارا سلبية على الواقع الزراعي والاقتصادي في العراق، داعيا رئيس الوزراء إلى التدخل العاجل ومنع تطبيق هذا القرار. فوجئنا بقرار من وزارة الزراعة بإيقاف الدعم لمنتجي البذور، وهذه الخطوة هي معناها وتدمير القطاع الزراعي، معناها الرجوع للمربع الأول. وأيضا من خلال التجربة القطاع الخاص معامل أهلية لتنقية البذور أثبتت وبجدارة عملها الكبير جدا بتنقية البذور وتشغيل الكثير من العاطلين وأعداد كبيرة من العاطلين عن العمل. فهذا القرار يجب أن يكون هناك تدخل سريع من قبل رئيس الوزراء لإيقاف هذا الموضوع والاستمرار بدعم منتجي البذور، لأن دعم منتجي البذور يعني البقاء على تنشيط هذا القطاع اللي هو أساس خبزة العراقيين.